شيخ، هذا سائل يقول: تقدم لابنتي رجل واتضح لي أنه لا يصلي الفجر إلا عندما يصحو من النوم بعد طلوع الشمس، فما العمل معه قبل العقد؟ لا تزوجه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم لصلاة الفجر، يصلي مع المسلمين، فإذا تاب والتزم صلى مع المسلمين فلا بأس أن تزوجه. نعم.